بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أنا سعيد جدا لحضوري في هذا الحفل البهيج لتكريم أخي وصديقي ولي إسماعيل العلوي، فهو أهلا لهذا التكريم. والكلمات التي ألقيت من قبل سلطت الأضواء على صفات هذا الرجل الأخلاقية وعلى نضاله الكبير وعلى استماتته للدفاع عن مبادئه وأفكاره وقيم التقدم والاشتراكية. وبالطبع ما يمكن أن أشهده له هو الفترات التي كنا نشتغل جميعا في إطار الكتلة الديمقراطية، تلك المنظمة التي يحضر اليوم مؤسسيها معنا في هذا الاجتماع، والتي كانت خطوة جبارة هي التي جعلت المغرب يمر من مرحلة إلى مرحلة أخرى. فلولا أيام الكتلة الديمقراطية لما عرف المغرب التطور الذي عرفه والذي أوصلنا إلى ما نعيشه من انتقال ديمقراطي نتمنى إن شاء الله أن يصل إلى منتهاه لما تظهر كل العناصر وكل تأويلات الديمقراطية للدستور الجديد ونحيا بالفعل هذا الدستور الجديد قولا وعملا. والإسماعيل العلوي اشتغلنا جميعا مع الأستاذ عباس الفاسي لجعل الكتلة تستمر في عملها، تستمر في نضالها، تدخل لآفاق جديدة في العمل المشترك سواء في المعارضة أو على مستوى العمل الحكومي. وكان في ذلك نعم الرجل ونعم العقل المتين ونعم الرؤية البعيدة لمصلحة البلاد ومصلحة الوطن. حقيقة هذا الرجل لا بد أنه أثر آثارا كبيرة داخل حزبه، لكن كذلك مع رفاقه في الأحزاب الديمقراطية سواء حزب الاستقلال أو الاتحاد الشراكي. فهنيئا له بهذا التكريم، وهنيئا لإخوانه بما يرون فيه من خصال ومن عمل، ومتمنياتي له لطول العمر والاستمرار في المساهمة في توضيح الرؤية داخل هذه البلاد وجعل بالفعل المغاربة يعيشون في كرامة وفي عزة، مشاركين في ديمقراطية حقيقة في بناء وطنهم ومواجهة كل التحديات. وشكرا. شكرا للأستاذ.